السلام عليكم ورحمة الله. خوش وصلنا اليوم لإقليم الصاويرة، هتحط طنوبيل وهتكمل في كروين. السلام عليكم. كيدير؟ لا ها يطلع تمول اللي كيصور مزيان نيت. شحال من المتتبع كيقول بغينا نشوفوا السيد اللي كيتصور، ولكن ان شاء الله غنديروا ليه الحلقه ديالو خاصه. جنود الخلفاء واخيرا وصلنا عند الناس. خمسة السوايع في الطوموبيله باش توصل لاقليم الصاويره، عاد ساعتين فوق الكرويله باش تقطع 3 كيلومتر. هاد الناس كيتسناو الشتا تصب كطيح في الارض، وحافرين هما واحد المطفيات، ياك كلامي صح؟ حافرين واحد المطفيات باليد ديالهم، داك الماء كيتجمع تما وداك الماء كيستعملوه في غسل الاواني. فاش كتستعمل الماء ديال المطفيه؟ الصابون في داكشي، ولا يعني الا الشرب لا ما كنشربوش في السنين ولا في الليالي ولا تمام. يا والشرب الا بغاو يشربوا الماء في كتب شي وعامي باش تسقيو. هذا البير والركب البير البير شحال الوقت؟ ثلاثه السوايع. ثلاثه السوايع شحال من كيلومتر كاينه؟ كاينه شي 6 ولا شنو؟ 6 الي روتور ولا الي روتور؟ يعني 6 حتى 8 كيلومتر اللي كاينه. اليوم ولا عندهم مشكل كبير، هو انه الشتا ما صباتش والمطافي خاوين. يعني ها انتم غتشوفوا اش ولاو هاد الناس اضطروا يديروا. الا بغيتي تسقي عمي كنسقي انا على الحمير، ها هما جاو دوك تشوفوا. كتسقي على الحمير؟ ما كنسقي. ما عندكش ما في الدار؟ لا والله ما عندي. ها مطافي، ها هما يلاه تشوفوا. عندك مطافي؟ عندي ثلاثة. اجي وريني. سير زيد سير. وهاد السيد هو اللي كيسقيني. ايوا كيسقي راسو. هي حرتي العشية. اجي اجي شحال عمرو مسكين؟ 80 عام ولا 90 عام اصاحبي. هما الناس كاع سولوه وسول كاع من هنا وانت تسول فين. شحال انتم في العائله عمي؟ وحنا شي 15 واحد ولا 16. تبارك الله تبارك الله. ها انت فينا منطاش؟ ها هما كيدخلوا الماء ها فينا. هي هنا كيدخل الماء. هنا كيدخل الماء. الماء يلاه دخل شي شويه تاع الماء. ها والله فهاد الرعايده اللي كنت فهاد والله كان عمرها منفعو ولا سقى منهم شي كثر. لا هذا ما كاينش. هذه ما فيها، هذيك فيها حشويه. ها انت ها هذه اللي كتبوا عليه ما فيهاش. هاي راه العش هذاك على العش. ما فيهاش الماء العام. لا ما دخلت الشتا قليله ما كايناش. دابا خاويه. خاويه كتبان خاويه من هذيك. لا ما تبانش كثير. خاويه نظرا لهذا العام كاين جفاف ما صباش الشتا حتى هذا المطافي. البارح سقيت يا عمي؟ سقيت من البيت البارح. اييه شحال سقيتي الماء؟ سقيت 7 البيتيات. 7 البيت كل بيتيه شحال كتهز من لتر؟ 20 لتر 25 20 30 في البيت على حسب البهيمه. لا كنمشي حتى على حساب الحمير. الطلب ديالكم اسيدي راه بغينا غير بغينا عامل الماء. بغينا غير الماء. هما حوايج اخرين مازال ما طلبناهمش، ما بغيناهم كاع. على شي حوايج بحال الطريق المدرسه شحال من حوايج. الطريق حنا تشوف راك جيت بعد الدار كذا وي بغينا عا الماء. هما يعني انتم كتصبقوا الماء على هادشي كامل. هو دابا هو المعيشه والحياه. وشنو درتي ملي ملي هذا العام المطفيه خاويه؟ شنو قررتي دير؟ الدري ولدي من المدينه، كان في المدينه خدام. جبتو هو لي مزيت عدا الصباح عدا العشيه. يعني ولدك كان خدام في المدينه؟ جبتو هو لي نعاون يخلي الخدمه وجي باش تولي تسقي لي الماء. اسقي الماء سقي في الصباح وسقي في العشيه. ما تقدرش تسقي. انا كاع عييت هاد الشعبه وعرف فيها الكل. الدري هو جبتو يسقي لي دوك هو يزاني. بقيت انا والمراه جوج. الله يرزقك رضا والدي. امين اخويا. الله يرزقك رضا والدي. دابا انت اللي كتسقي لي والديك؟ انا كنسقي ليه من جوج 4 3 ديال العشيه ديال 30 30. كيديروا 4 في الصباح يوميا. هذا انت خدام في المدينه؟ يوم كنت خدام في المدينه وليت سمحت في راسي ورجعت ريحت على حساب الماء بحال هكا وعلى حساب
كاين الجفاف، كاين الجفاف وكاين اللو عرف الطريق، الطريق صعيبه وبعيده 4 كيلومتر الطريق، كيفاش تجيبها؟ تجيب الدلو صعيبه شويه عليه، هو كبير شويه ما تخليش واحد قيلي ساعه الماء بحساب باش تدوز، الا بغيتي تدوز قيلي ساعه الماء بحساب. الساعه عندك مطفيه؟ مطفيه عندك؟ عنده. علاش ما بناش مطفيه؟ ما عندوش الصحه باش يحفرها، ما عندوش الصحه، ما عندوش الصحه باش يحفر مطفيه، ما عندوش ولاد. كاين الحجر، كاين الحجر راه يحفر مطفيه. تمشي وتجي في ثلاثه السوايع باش تعمر هاد جوج بيدوزات. ساعه ونص غادي وساعه ونص جاي. حتى انت سيدي كتمشي؟ انا كنمشي هنا واخا عندك هاد الاعاقه في رجلك. كاين خور راه ما جاش الناس قايله منها ما جاوش. عنده هيد وحده وكيمشي لها كل ما كيدير جوج بهيم وكيدير في الروبيني. سميتو يجيبها ما كيقدرش يسقي من البيه، ما عنده يسقي، كيمشي على هذيك الكره، كيعطي الكره فين كيفين نزلتو البلاصه فين نزلتو تما كيدير لتحت كيدير لتحت هذاك اللي داير يدور طول بعيد 3 كيلومتر باش بعيد منا البهيم. بعض المرات كيبقاو فينا والله الا كيبقاو فينا البهيم، ما كيجيبو قنطارط على الماء في الصباح وقنطارط على الماء في العشيه، عشان البهيم ساكن تاهو بحال دايرين تاهو معاناه معانا. هاد الناس محتاجين لعصب الحياه اللي هو الماء، الماء الصالح للشرب. يا ربي تيسر لكم، الله يفككم حينكم، حنا غنديروا الاسباب والتوفيق من الله، انتم طلبوا الله ربي غيسر لكم. اذا هنيئا لاي واحد بارطاجا الفيديو ودل على الخير، وهنيئا للمحسن الذي سينال هذا الجزاء. الله يكرمه دخول الجنه ان شاء الله. يا ربي امين، يا ربي امين، يا ربي امين. المعاناه ديال المغاربه في 2019 الطلب ديالهم هو الماء، هو الماء. الى جاب ربي شي محسن وحفر لك الماء اش غادي معاه؟ الله يجازيه بخير. الله يطول لي عمره، يفكك من البحر، يفكك من البحر. يا ربي يا ربي.